طيب المفروض عليا الفترة اللي جاية دي تركزوا معايا، أنا فاضل كام يوم على العربي؟ فترة طويلة قوي، أوعى حد يبدأ من يوم واحد عربي، خلوا بالكم في أسبوع لسه، أسبوع سيبوه كده الأسبوع. طب الأسبوع ده أعمل إيه؟ أقعد أراجع في الحاجات اللي أنا مذاكرها ولا أقعد أحل؟ ها؟ أحل حاجات كتير ولا أعمل إيه؟ لأ، شوف الأجزاء اللي واقعة منك واقعد ركز فيها خلاص علشان خاطر إيه؟ تعوض اللي فاتك. أوعى تروح تحل أو تقعد تراجع في اللي أنت مراجعه قبل كده أو تراجع من أول وجديد أو تقعد تحل تاني، لا لا لا، خد الحاجات اللي واقعة منك في كل المواد، كل مادة اللي واقعة منك خده في الأسبوع اللي فاضل ده واقعد ذاكره 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 ذاكره. وقبل كل مادة خد لها الكام يوم اللي قبلها، يعني مثلا العربي كفاية عليه أول أسبوع، تقعد تذاكره بقى من أول وجديد وتحل وتراجع وتعمل اللي أنت عاوزه. خلاص ده اللي مطلوب منك، لكن تذاكر عربي من دلوقتي كتير قوي، تقعد تراجع من اول وجديد دلوقتي كتير قوي، خلاص كل ماده تراجع في اللي انت مراجعه اصلا غلط، خلاص تقعد تحل وتقول بالحل هيجيب لي الحاجات اللي واقعه مني، لا مش هيجيب لك الحاجات اللي واقعه منك. رجاء الاسبوع اللي فاضل ده مهم جدا وهنعمله فيديو لوحده تاني، اللي واقع منك في كل المواد خد له الاسبوع اللي فاضل ده الحاجات الواقعه والحاجات المهمه، ما تقولش هسيبها ليله الامتحان او الفتره اللي قبل الامتحان. الامتحان الاحياء فاضل له مثلا قبل 5 ايام، فانا هاخد الماده قبل الامتحان بتاع 5 ايام واخد فيه الحاجات اللي واقعه مني والحاجات المهمه، لا لا خد الحاجات المهمه دلوقتي. تمام، يا رب يكون بالفايده ليكم، لو اي سؤال تابعوا معايا وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.